العيد من هو اللي مصرح لك تسلط علي أنشدك وانتظر منك الجواب الأكيد قبل تحطيم وتدمير مستقبلي هل مع قوة السلطان عبد الحميد أو معك صلجان الحاكم الفيصلي كيف خليتني عقب الجماعة وحيد كيف نزحتني عن ربعي وعن أهلي أول الوقت متحرص وحذري شديد جتني اسمع هذه اسلم اسلم وش فيك؟ انا ابغاه كان يمدي الانسان يا طغى على انسانيته جيت طب النفس وطب صمام الامان واستشاري خرج اجال من كليته وش يقول؟ يبطش الدنيا ويعطي على الدنيا الضمان 29 عام خلاص 23 عام ضاعت وسط الزحام ليلي ونهاري وقلبي أصبح يحب الظلام 23 عام ضاعت وسط الزحام ليلي ونهاري وقلبي أصبح يحب الظلام واليوم يمكن تقولي يا نفسي إنك سعيدة تشهد على صدق قولي ودقات قلبي الجديدة وأنا في درب الهلاك ظهرت لي يا ملاك غيرت مجرى حياتي شفت السعادة معك واليوم يمكن تقولي يا نفسي إنك سعيدة تشهد على صدق قولي دقات قلبي الجديدة اللهم اكبر لو اخفي الحزن منك ما هو بخافي يا سلام الحزن بين علي في وجهي وصوتي محتاج لي ضمتين الله محتاج لي ضمتين في حضنك الدافي يا سلام لو انها ضم اللي عقب موتي ولو اخفي الحزن منك ما هو بخافي الحزن بين علي في وجهي وصوتي محتاج لي ضمتن في حضنك الدافي لو انها ضم اللي عقبها موتي لازم نوقف لان تجي تكفين ملفات لازم نوقفها بغني الاول تعال امزح اسمع 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 يا اخي صوتك فنان صوتك انت فنان يا اخي والله اني من بعدكم اقسم بالله اني اطيب والله يا رجال على صدق انت انا واف وانتم على صدق كملها كملها لا حول ولا قوة ما عاد بي قوة لا تصوتي فنان أبيك ما عاد يعني عشان مصر ضيقي صوت عبد الله خذ حنجر تم أنا بعطيك أبغى صوت فنان
بتكلم لو كنت أتلم واللي سهر للشوق بطفينا ضوى أوعد أنا قلبك ما أشتكي حبك ما أقصبك تشتاق ولا تحب بالقوة لو أطلبك شغل حافظ أنا ظروفك لا تخاف أبد قلبي ما يشتكي القسوة لا حول ولا قوة ما عاد بقوة ما عاد بتكلم لو كنت أتلم واللي سهر للشوق بطفي أنا ضوى من زين عينك تقول برمش عينك زينك ياخذ عقول العرب في رمشة الأرمى الزين لولا بلد بتصير ريس بلاد كل البشر تحسد اللي للبلاد انت ما تعال خلات اللي والعتب والعناي الشوق من فوق حدا يا حبيبي شفق على همسة كان نسيم البرك الله صوت عسى الطيان ينبه ما شفق على غرة ما مثلها فالعباد ما مثلها لك ما بترد بدر وسط السماء ويا تبتعي يا حبيبي أكره الابتعاد الهجر نارات ولع في ضلوعيك ما يا نواف اقسم بالله امنيته الوحيدة امنيته الوحيدة بعد البرنامج اني اشوفك بمسرح وانا جالس طالع والله العظيم انها امنية باذن الله في المسرح حق البوليفارد باذن الله اني اشوفك باذن الله الله يوفقكم والله لا وانها بالله تبغون الصدق انا اقول يا الله يا رب اني ما اطلع من ذا المكان هذا كله الا كل واحد منكم يحبني صدق والله طيب والله ان الجميع يحبك بس انا ابغى هذه انا ابغى هذه بس عندي محبه نشوف تدري بعض الاحيان لا لا ادري انك مثلا لي محبه في خاطرك لي اني اتعمد اني اقسى عليك ولا كذا انابشك ليش لاني واثق حيا سلام انت تدري انا وكل مقتنع ان الجميع حاب نواف بقول شغل نواف بقول شغل بقول لك كلمه واحده بس انت الجندي المجهول والله نعم جندي صادق المشكله يا خضير تدري احنا نحبك كلنا وتروح تقول الكلام انا الجندي اعطيك انا ابدا هلا صديق مين ابيك من مسوى بالله قرية يا ولد اسمع علي عندي كيف كذا هو ده شوف فين دفترك انا مالهم والله انا بما بغني انت سجن ابغى نفطر مين هذا لا لا بالحول بالله قول والله انا اسمي ودي سجن انا تعال انا ما ابي مال ما ابي مال امي لين جي السلام عليكم كيف الحال يا مية تكفى نواف دقيقة نواف والله تمام باكستاني هاون ها والله يلا يا شيل هذا هذا سؤال بس هذا برتقالي هذا بور ولا ما في معلومة ما أدري زين ما خلي هو كلام سالفة دقيقة خلي تعال امشي خلي ولي ودي سيدي محمد يا مسيك حتى محمد ها
ماجد نادر تعال لا تخربون تعال هو الشيخ لا يخربها احنا جالسين والله العظيم ايش الشيخ هذا قصدك الشيخ يخرب جلسات جلسات شيخ يخرب جلسات ما في كلام كذا ايش يبغى باكستاني هذا شباب انا كلام دقيقه واحد دقيقه شوف انا ما بي معلوم كلام عربي انا البس هذا معلوم عشان ما بي جاي صوره ما بي كويس انا البس يا غلبان ما في يسوي كذا هذا اخونا صغير حتى وين موجود باكستاني صغير اوكي انا اشيل مره ثانيه ها تعال ولد انا تعبان ايه يا جدعان لا لا خلي قف عليه مشكلة انا اشيل انت اول مرة انا معلومة انت اشيل بعدين انا صغير بجيت بزورة ما يسوي كده يا بزورة انت معلومة انت معلومة كمان انت عمر معلومة كمان عمر بندر اجلس اوه معليش لا انا هذا زهراني هذا معلوم هذا شوف هذا بلاك هذا وايت شوف عبد الله وين موجودين هذا انت الاسم امل فلمبان فلمبان اه يطقطق على اسمه لا والله ما يطقطق اسمه كيف الحال 100 100 اه سلطان سفاهم يا شيخ تعال دي سوا دي طالت مسافات دقيقه هبش احمد تاهت بيا زماني تعال سلطان تعال وعلمني الوقت كيف اكسى على طبعي ما تعرفها ايش حسن وسلطان وانا عبد الله الزهراني اوه نسى بندر لسه بغي لا دقيقه نحن براي عنده عنده نحن براي انت كله ابراهيم ايوه لا براي ابراهيم ما في ابراهيم لا ولا ديك معنا ما في ما في ابراهيم ما في ابراهيم 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 ما في ابراهيم ابو مين انا ولا اقعد اسمع الحين لط طلع العرق اقول طلع العرق ابو قلت ثاني انا شيخ وخرب جلسات برا خرب جلسات يا زول داير لك الله يا زول تستقعد معايا تعال تعال حبابك حبابك نبغى مواساه كيف الحال نبغى مواساه وايش كلام شيخ طالع لك طالع فيش طالع يا حبيبي طالع ما في زلنا على طول انت روح كذا لازم يجلس لسه ما له خفيف انا على طول جيت اول ما قال لي تعال يا مدير أيوة. امسك هذا نفر انا اجيب محمد يابسي نواف يجي هنا طيب شوف واحد مينيت بس واحد دقيقه شوف هذا كله انه من ابراهيم انا واحد بس كذا هو اساسا يجي سوا انا سمسم بعدين انا بكره الاسبوع الجاي يبغى يجي سوا انا سمسم ما في ابراهيم هو اللي بس سوا سوا ابراهيم امشي هنا مرهون انت مرهون علي لين ما يجون اخويا ما في روح ما في روح يا حبيبي غني غني اجلس سوي غنيه روح لي وانا اخيك سوي غنيه ها محمد يا بزي اباكل وجبتي انا طالب لي وجبه من مرسول عشان كذا طلعت نواف جاي يقول انك زعلان قالوا وجهه مسخن بدايه سخنه والله علمني نواف والله بداية سخنة وطالب لي وجبة دايخ من الجوع. طيب ايش تقول؟ حقت شو اسمه؟ علي اللي قلت احمد رحي لا اللي قلت بتطلبها لي هذيك اللي انا مشتهيت. ايييييه محمد يا مزي والله ما تقدر تقول ولا وحدة تكفى يا محمد ما تقدر تخلي محمد بحرف الباء لا تخليني ادعي عليك مع اشواق محمد اللي يا مزي خليك اشواق احنا ما فكرة نساك موتكو بعدين نساك موتك ليش نساك والله ديواني دام لي ولا هي طغى على عذرك يا مرحبا بك عذرك احياني نساك موتك ليش نساني محمد اليابسي والله انا جوا ما بيك انت معلوم انا شغل اليوم زياده طيب الحمد لله دم الولا يطغى على عذرك يا مرحبا بك عذرك احياني مقبول العذر ورحت عش الحمد لله يابسي عذر الحمد لله يابسي انا كلام 60 الف مره واجيب هنا دقيقه انا كلام والله ما تدوق تكفى يا محمد اليابسي والله محمد والله ما تدوق اسمع محمد